كلمهم كلمته الوداعية ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، إلى آخر صلاته إلى الآب. بيقول الكتاب: قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه. وادي قدرون ده كان وادي صغير يفصل ما بين أورشليم وجبل الزيتون من ناحية الشرق. مهم نعرف جغرافية المكان علشان نعرف نتابع الأحداث اللي احنا بنسمع عنها أو بنقراها في الكتاب المقدس، خصوصا أحداث النهاردة وأحداث بكرة. ناخد تصور سريع. لو افترضنا انه صحن الكنيسة كده بيمثل أورشليم، نجد انه الهيكل كان في الجانب الشرقي الشمالي، وشرق أورشليم كان يوجد جبل الزيتون، وبينهم وادي ضيق اسمه وادي قدرون. من الشمال، شمال أورشليم أو شمال الهيكل، كان بتوجد بركة بيت حسدة اللي السيد المسيح شفى فيها المخلع، وفي الجنوب كانت بتوجد بركة سلوام اللي اغتسل فيها المولود أعمى فأبصر. لو خرجنا من أورشليم في الناحية في الكورنر من هنا لحوالي مسافة أقل من 2 ميل، نجد بيت عنيا وبيت فاجي اللي السيد المسيح ركب من هناك جحش ابن أتان ودخل بيه أورشليم. في الجنوب من أورشليم على بعد حوالي 6.25 ميل توجد بيت لحم. في داخل أورشليم في الجزء الجنوبي الغربي، يعني زي الكراسي الأخيرة من ناحية السيدات، كان يوجد بيت أسرة ماري مرقس القديس مرقس اللي كان عليه أو فوق العلية. بعده بشوية يوجد دار رئيس الكهنة قايافة، وفي هذا المكان كان يوجد قصر هيرودس أنتيباس واري الجليل. جنب الهيكل زي ما قلنا من الشرق، جنبه كده من الشرق من الناحية الغربية على الكورنر، يوجد دار الحكم، دار بيلاطس البنطي. في غرب أورشليم من الناحية دي كان توجد الجلجثة، وجنبهم القبر المقدس على بعد حوالي 50 متر منه. لو مشينا شوية في الشمال الغربي هنجد قرية عمواس اللي تقابل فيها سيد المسيح مع تلميذين بعد القيامة. يعني لو تصورنا الأحداث اللي حصلت في اليومين دول، في يوم أحد الشعنين السيد المسيح ركب جحش ابن أتان من بيت فاجي وبيت عنيا زي ما قلنا في الكوردر هنا، ولف بيهم ودخل الهيكل من الناحية دي. في يوم خميس العهد السيد المسيح كان موجود في العلية زي ما قلنا في الجزء الأخراني هنا من الكنيسة، وبعد العشاء الرباني وتسليم سر الأفخارستية للتلاميذ خرج هو وتلاميذه واتجهوا عبروا وادي قدرون إلى جبل الزيتون في الشرق من أورشليم. هناك اتقبض عليه واخدوه ورجعوا بيه لغايه دار رئيس الكهنه في المنطقه دي، فبعتوه لبيلاطس في الصبح حكمه، وبعد كده بعتوا لهيرودس انتيباس شافه رجعه تاني وحكم عليه بالموت، فشال الصليب وطلع غرب اورشليم حيث صلب في الجلجثه.
مشهد السيد المسيح وهو خارج من أورشليم يعبر وادي قدرون صاعد إلى جبل الزيتون مطارد من الشعب الأحمق والتلميذ الخائن يذكرنا بنفس مشهد داود النبي وهو خارج من أورشليم وأيضا يعبر وادي قدرون وأيضا صاعدا إلى جبل الزيتون مطارد من ابنه أبشالوم الطامع في ملكه ومتسلح بمشورة أخي توفل الخائن زي ما ورد في سفر صمويل الثاني. في سفر صمويل الثاني في الإصحاح الخمستاشر بيقول وكانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم وجميع الشعب يعبرون وعبر الملك في وادي قدرون بيتكلم على داود النبي وأما الملك فصعد في مصعد جبل الزيتون وبيكمل في الإصحاح 17 بيقول وأما أخي توفل صاحب المشورة الردية فلما رأى أن مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق إلى بيته وأوصى لبيته وخنق نفسه ومات. نفس الوضع بالنسبة ليهوذا صاحب المشورة الرديئة خنق نفسه ومات. هذا المشهد مشهد الملك داود وهو يعبر وادي قدرون صاعد إلى جبل الزيتون مطارد من ابنه المتمرد وراء مشورة أخي توفل الخائن هو نفس مشهد الرب يسوع وهو يعبر وادي قدرون صاعدا إلى جبل الزيتون مطاردا من أهله المتمردين السائرين وراء مشورة يهوذا الخائن وكانت نفس النهاية واحدة بالنسبة لأخي توفل الخائن وبالنسبة ليهوذا الخائن كل واحد منهم شنق نفسه ومات. الموضوع ده ما كانش صدفة. الكتاب المقدس ما فيهوش صدف. كل ما فيه وضع بتدبير إلهي محكم. كان عبور الملك داود لوادي قدرون وصعوده إلى جبل الزيتون هو رمز للعبور الحزين لداود العهد الجديد الرب يسوع لأنه اسم داود كان هو الاسم النبوي أو الاسم الشفري أو الرمزي لسيد المسيح في العهد القديم. أنبياء العهد القديم لما كانوا بيتنبؤوا عن السيد المسيح كانوا بيسموه داود. إزاي؟ يعني مثلا هوشع النبي بيتنبأ عن السيد المسيح بيقول في الإصحاح الثالث وبعد ذلك يعود بني إسرائيل ويطلبون إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى وجوده في آخر الأيام. هوشع النبي لما بيقول وبعد ذلك يعني في المستقبل يعود بني إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ما كانش بيتكلم عن داود الملك داود بن يسى لأن هوشع جه بعد داود النبي بحوالي 300 سنة ما بين داود الملك داود وبين السيد المسيح كان حوالي 1000 سنة. وأرميا النبي بيتنبأ بالروح عن السيد المسيح بيقول في الإصحاح 30 يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقيمه عليهم. أرميا النبي ما كانش بيتكلم عن داود الملك كان بيتكلم على داود العهد الجديد أي المسيح بيتنبأ لأنه أرميا النبي جاي بعد الملك داود بحوالي 400 سنة. وحزقيال النبي بيتنبأ عن السيد المسيح بيقول في الإصحاح 34 فأخلص غنمي وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود هو يرعاها
وهو يكون لها راعيا، وأنا الرب أكون لهم إلها وعبدي داود رئيسا في وسطهم. الكلام ده في الأصحاح 34. بيجي في الأصحاح 37 بيقول: وداود عبدي يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راع واحد. وبعد كده بيقول: يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقيمه عليكم عليهم. حزقيال جه بعد داود النبي ب 450 سنة، مش بيتكلم على داود الملك. كل هؤلاء الأنبياء ما كانوش بيتكلموا عن داود ابن يسى، لكن كان بيتنبأوا عن داود العهد الجديد ربنا يسوع المسيح. وكلمة داود كلمة عبرية معنتها المحبوب، وهي أيضا لقب من ألقاب السيد المسيح. بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل أفسس: لمجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، أي السيد المسيح. لذا رتبت الكنيسة أنه قبل قراية أي فصل من إنجيل أنه بيتقري جزء من المزامير اللي فيها نبوات بتتكلم عن السيد المسيح كما هو وارد في فصل إنجيل. بيقول الشماس: بصلموس تو دافيد، ومعناها المزمور عن داود، أي الذي يتكلم عن داود العهد الجديد السيد المسيح، مش مجرد أنه مجرد قراءة من المزامير. نرجع لخروج الرب يسوع من أورشليم متجه إلى جبل الزيتون. بيقول الكتاب: مضى يسوع إلى جبل الزيتون حيث كان بستان، دخله هو وتلاميذه. البستان ده هو بستان جثيماني. كان البستان ده زي عزبة صغيرة أو ريزورت صغير كده، يعني مزود بأشجار الزيتون، وفي معصرة لزيت الزيتون، وفي بيت ريفي صغير كان السيد المسيح بيقصد هذا البيت باستمرار علشان للصلاة والتأمل، مبيت مع تلاميذه زي ما ورد في الإنجيل: وكان في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. كان البستان ده مملوك لعيلة مرقس الرسول، زي البيت اللي فوقيه العلية كان أيضا مملوك لعيلة القديس مرقس اللي اجتمع فيه سيد المسيح وأكل فيه الفصح الأخير مع تلاميذه وسلمهم سر الأفخارستية زي ما حصل في مثل هذا اليوم. وبيذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوس انه جبل الزيتون ده كان بينتشر فيه مثل هذه البساتين، وكان بتسمى بالعبري باراديسوي، اللي هي بالقبطي باراديسوس وبالانجليزي بارادايز، يعني جنة. حتى في العربي تصغير كلمة جنة بنقول جنينة، اللي احنا بنقولها بالعامي جنينة. هنا نجد مقابلة ما بين باراديسوي جبل الزيتون أو جنة جبل الزيتون وبين جنة عدن. زي ما فقد الإنسان الأول هويته وسقط في جنة عدن، جاء ابن الإنسان ودخل جبل الزيتون ليقدم نفسه للصليب، أو بالأحرى لطالبيه تمهيدا ليقدم نفسه للصليب. أو على وجه الدقة يقدم نفسه للمواجهة مع الشيطان الذي أسقط آدم الأول، ومواجهة مع كل أعوان الشيطان من رئاسات والسلاطين بيحركهم الشيطان على الأرض لهذه الساعة الخطيرة اللي اجتمعت فيها كل قوات الشر، زي ما قال السيد المسيح لرؤساء الكهنة والجند
الجم يقبضوا عليه كأنه على لصق خرجتم بسيوف وعصي. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. اسم البستان اللي دخل يسوع بستان جثيماني، وكلمة جثيماني مكونة من مقطعين، جاث وثيماني أو جاث شماي بالعبرية، ومعناها معصرة الزيت. يمكن علشان البستان كان في وسط أشجار زيتون، فكانت المعصرة بتستخدم لاستخراج زيت الزيتون. دخول السيد المسيح لبستان جثيماني أو معصرة الزيت بيذكرنا بنبوة أشعياء النبي اللي جاية في الإصحاح 63، بيقول من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة، هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. يرد يقول أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. يسأل ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة. يرد يقول قدست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد، قدستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي فلاطخت كل ملابسي، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفدي قد أتت. ابتدى يسوع في البستان يحزن ويكتئب ويدهش، وقال لتلاميذه نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. وانفصل عنهم زي ما بيقول الكتاب، رمي حجر وجسى على ركبتيه وبدأ يصلي. ثلاث مرات يصلي ويرجع لتلاميذه يلاقيهم نايمين. فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ عشان كده الكنيسة رتبت صلاة نصف الليل اللي بيكون فيها ثلاث صلوات أو ثلاث خدمات تذكارا لصلاة الرب يسوع في بستان جثيماني في نص الليل. وثلاث مرات يصحي تلاميذه ويقول لهم أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي. عتاب السيد المسيح لتلاميذه أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة، ده مش موجه للتلاميذ بس، ده موجه لينا نحن أيضا. ثم تقدم وجس على ركبتيه. وفي الإنجيل حسب متى بيقول خر على وجهه وصلى قائلا يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وكان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ما ننساش في تأملاتنا دايما في حياة السيد المسيح أنه كما كان إلها كاملا كان أيضا إنسانا كاملا، يجوع ويعطش ويتعب ويكتئب ويحزن شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. الرب يسوع يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض، وهو يصلي إلى الآب يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس. كانت لحظة رهيبة، والرب يسوع يرى جميع خطايا البشر وهو يجب أن يحملها، جميع خطايا البشر ونجاستهم عبر جميع الأجيال تنسكب عليه، وهو الطاهر البار القدوس اللي السماء غير طاهرة بعينيه وإلى الملائكة ينسب حماقة زي ما بيقول الكتاب.
كانت لحظات رهيبة، حتى أنه خر على وجهه يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض رغم أنه الطقس كان بارد. لكن كانت لحظة رهيبة، حتى أنه حرارة جسده وضغط دمه ارتفع حتى انفجرت الشعيرات الدموية المغذية للغدد العرقية، فتصبب عرقه بلون الدم. ودي حالة نادرة بيسموها طبيا انتنس اجوني، يعني بيصاب بها الشخص اللي يتعرض لضغط نفسي رهيب نتيجة الظلم والاضطهاد والضيق والمشق. الضغط ده النفس الرهيب هو اللي تنبأ عنه أشعياء النبي وسماه الضغطة، وقال من الضغطة ومن الدينونة أخذ. أشعياء النبي بيتنبأ عن معاناة وألام السيد المسيح، بيقول ولكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، وهو مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل أثامنا. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل، ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح، وكناعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه، ومن الضغطة ومن الدينونة أخذ. صلى وقال يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. إزاي السيد المسيح يطلب من الآب أن يعبر عنه هذه الكأس؟ مش هو جاي مخصوص عشان كده؟ هل تراجع في حساباته؟ مستحيل. هل لما أتت الساعة غير موقفه؟ مستحيل. ايه اللي استجد حتى انه يخر على وجهه وعرقه نازل كقطرات دم بهذا الانهيار وهذه المزلة امام تلاميذه؟ ايه اللي حصل؟ السبب خطير جدا. الكأس اللي ظهرت بالصورة غير المحتملة اللي خلت الابن الحبيب المحبوب يحط وشه في التراب ويصير عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض، كأس البشرية اللي ما كانش ليه فيها سبب ولا مشاركة، كأس البشرية وعرها، لقد أتت الساعة ليحملها على جسدي على الخشب. هكذا فزعت نفس السيد المسيح فزعا مريعا، وارتجف الجسد الطاهر ارتجافا. القدوس الطاهر الذي لم يعرف خطية ولا صار في فم غش يحمل كل خطايا البشر ونجاساتهم، يصبح قاتل وسارق وزاني وكذاب وشرير بكل أنواع الشر، زي ما بيقول أشعياء النبي وضع عليه اسم جميعنا. ازاي الابن الحبيب اللي كان في حضن الاب منذ الازل يقف امام ابيه كانسان متعدي على وصايا الله؟ لكن ما دام في البشر قاتل لازم يقف امام الاب كقاتل، وما دام في البشر سارق لازم يقف امام الاب كلص، وما دام في البشر زاني لازم يقف قدام الاب كزاني، وهكذا لازم يقف قدام الله كقاتل وسارق ولص وزاني وكذاب وشتاب وخائن، كل خطايا البشر، كل خطايا البشر وشروره وأسامه، لكن كل خطايا البشر والشرور دي حاجة، لكن في حاجة تاني رهيبة أكتر منها. من ضمن خطايا البشر التي لابد أن يحملها خطية رهيبة، خطية التجديف على الله.
ازاي يقف الابن كمجدف على الاب وهو الابن الحبيب الكائن في حضن الاب منذ الازل، وبينهم وحدة وحب لا يوصف لا يتخيله الانسان. ازاي يعادي ابيه ويبغضه ويجدف عليه ويقف امامه بهذه الصفات؟ اذا كان ده لا يليق بالانسان، فكيف يليق بالابن الوحيد المحبوب صاحب الاراده والمشيئه مع الاب؟ مش ممكن، مستحيل. هذا الامر مفزع، زلزل قلب يسوع. الام الصليب اللي كان مزمع انه يتحملها ما كانتش حاجه جنب الموقف ده، انه يقف امام ابيه هكذا الموقف وهو القدوس الذي لم يعرف الخطيه. موقف مستحيل. هذه الاستحاله هي اللي خلته ينكفئ على وجهه حتى التراب، ساجدا حزينا يئن صارخا ان تجوز عنه هذه الكاس، كاس الخطيه المره، وبالاكثر كاس الوقوف امام الله حاملا هذه الخطيه الرهيبه، خطيه التجديف على الاب. يا ابتاه ان شئت ان تعبر عني هذه الكاس، لكن ما الحيله؟ وقد وضع عليه ان يوقف موقف الانسان الذي صار عدوا لله، لا بد. هكذا خضعت مشيئه الابن في النهايه، موافقه راضخه لمشيئه الاب، ان يقف الابن المتجسد موقف الانسان المعادي لله حاملا خطايا البشر في جسده، محكوم عليه بالموت واللعنه، فاحتمل ان يكون في ذاته خاطئا، وليس خاطئا فحسب ولكن هو الخطيه ذاتها، بمعنى ان يحمل طبيعتها القاتله ويموت على الصليب حتى لا يعود للموت سلطان على الانسان. سؤال اطرحه عليكم وعلى نفسي اولا، لما نتصور مخلصنا الصالح وهو بهذا الانسحاق جاسيا على ركبتيه ووشه في التراب حزين مكتئب دهش، الجسد الطاهر مرتجف وعرقه نازل كقطرات دم من اجل ان يحمل عني وعنك وعنك وعننا كلنا خطايانا واثامنا، وهو القدوس الذي لم يعرف خطيه ولا صار في فمه غش، مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ازاي بعد كده حد يهون عليه انسحاق المسيح ده ويعود للخطيه ويعمل الخطيه ويدوس على الامه وجراحاته وصليبه؟ ازاي يهون عليه؟ ازاي يقدر؟ ازاي يجرؤ؟ تنحني نفوسنا لآلامك يا سيدي، لأنك جئت وتألمت لكي بآلامك تخلصنا، لك كل كرامة ومجد إلى الأبد، آمين.